يوم الأربعاء من الأسبوع الثالث من الصوم الكبير من إشعياء النبي بركاته على جميعنا. وسيعلم الشعب كله إفرايم وسكان السامرة القائلون بزهو وقلب مستكبر: قد سقط اللبن لكننا سنبني بحجارة منحوتة، الجميز قطع لكننا نعتاض عنه الأرض، ونبني لنا برجا سينهض الرب عليه أضداد رصين ويهيج أعداؤه، أرام من الشرق وفلسطين من الغرب فيأكلون إسرائيل بكل أفواههم. مع هذا كله لم يرتد غضبه ولم تزل يده ممدودة، والشعب لم يتب حتى أصيب بالعذاب ولم يلتمس رب الجنود. فسيقطع الرب من إسرائيل الرأس والزنب الكبير والصغير في يوم واحد. الشيخ والوجيه هو الرأس، والنبي الذي يعلم بالكذب هو الزنب، والمرشدون لهذا الشعب هم يضلونه لكي يبيدوه. فلذلك لا يفرح السيد بشبانه ولا يرحم أيتامهم ولا أراملهم، لأن الجميع عصاة وفاعل شر وكل فم ينطق بالسفه. ومع هذا كله لم يرتد غضبه ولم تزل يده ممدودة. إن النفاق يحرق كالنار، يأكل الشوك والحسك ويشتعل في أغصان الغابة، فيأكل كل ما يحيط بالأكام. بسخط رب الجنود تضطرم الأرض، فيكون الشعب مثل وقود النار. لا يشفق الإنسان على أخيه فينهش ذات اليمين ولا يزال جائعا، ويأكل ذات الشمال ولا يشبع. يأكلون كل واحد لحم ذراعه، منسى يأكل إفرايم وإفرايم يأكل منسى، وكلاهما يقومان على يهودا. مع هذا كله لم يرتد غضبه ولم تزل يده ممدودة. ويل للذين يشترعون شرائع الظلم، والذين يكتبون كتابة الجور ليحرفوا حكم المساكين ويسلبوا حق بائس شعبي، لتكون الأرامل غنيمة لهم وينهبوا اليتامى. فماذا تصنعون في يوم الافتقاد وفي الهلاك الآتي من بعيد؟ وإلى من تلجؤون للنصرة؟ وأين تخلفون ثروتكم؟ إنهم يضلون بين الأسرى أو يسقطون بين القتلى. مع هذا كله لم يرتد غضبه ولم تزل يده ممدودة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، أمين.